مبدئيا كان عندي انا مشكله كبيره بفكره الببليك سبيس بعمان او عدم وجوده. دائما كنا نعمل سكيتنج بالمساحات التجاريه والمساحات الخاصه، فدائما عندنا مشاكل مع اصحاب هاي الاماكن. اللي صار بال 2014 جمعنا كمجتمع السكيت بوردرز بعمان وتعاون مع مؤسسه المانيه اسمها ميت لايف سكيت لايف، وقررنا انه نعمل سكيت بارك بعمان. وجهنا لامانه عمان وحكينا لهم عن الفكره، وافقوا عليها. بعديها جمعنا مصاري عن طريق التبرعات على الانترنت. كان في تفاعل بيننا وبين اهل المنطقه، كانوا الاولاد يخلصوا مدرسه ويجوا عندنا هون يساعدونا بشغل البطون. بالبدايه كانت الفكره هي بس مساحه للمتزلجين انه يجي يمارسوا هاي الرياضه، بعدين شوي شوي صارت تتطور الفكره. عم نصير نعمل حصص هون للاجئين من سوريا، من العراق، من فلسطين، من السودان. فالفكره كانت انه نستغل اماكن الميته اللي هي مش مستغله واللي هي موجوده كثير منها في عمان، وبعدين ناخذ هذا النموذج تبع هاي الحديقه تاعت حديقه سمير رفاعي ونطبقها بعدين باكثر من حديقه بعمان. فالفيجن الكبير اللي هي تجديد حدائق عمان العامه.